أصدر الوزير الأول ووزير المالية الجزائري أيمن عبد الرحمن أوامر بتعليق حركة التنقل بين الولايات خلال العطلة الأسبوعية في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي. وقالت الوزارة الأولى في بيان لها إن هذا الإجراء يخص 37 ولاية من مجموع 58 ولاية في البلاد. كما أشار البيان إلى تمديد تعليق حركة وسائل النقل العامة والسكك الحديدية خلال أيام العطلة الأسبوعية في جميع الولايات المعنية. وينضم إلينا من الجزائر مدير موقع سبق بريس الإلكتروني محمد رابح. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في النافذة المغربية. إذن هذا الإجراء الحكومي تعليق التنقل بين 37 ولاية، إلى أي حد البلاد في حاجة إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الوزارة الأولى لجأت أمس إلى تجديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي التي تم اعتمادها وتجديدها الأسبوع الماضي. الإجراء الجديد هو تعليق تنقل المسافرين بين الولايات المعنية بالحجر الجزئي كما ورد في مقدمتك، ومتعلقة ب 37 ولاية. حاليا انطلاقا من الإجراءات التي لجأت لها الحكومة منذ الأسبوع الماضي، نلاحظ في الأيام الثلاثة الأخيرة على الأقل تراجع نسبي لعدد الإصابات اليومية وأيضا عدد الوفيات. اليوم الجزائر سجلت 1289 إصابة يوميا، وكذلك تقريبا 37 وفاة جديدة. الإجراءات الحكومية الجديدة تهدف يعني إلى حصر الوباء في 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 مناطق محددة، أيضا منع انتشار وانتقاله، لأن هناك عدة ولايات تشهد صفر إصابة في الأيام الأخيرة، كما أن ما عرف بأزمة الأكسجين في الفترة الأخيرة يعني شهد طريقه للحل. يعني هذا الأسبوع وصل 6000 مكثف للأكسجين، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز محطات لإنتاج الأكسجين داخل المستشفيات بصفة ذاتية، يعني لفك الارتباط مع منظومة التوزيع المرتبطة أساسا بشركات توزيع الأكسجين الموجودة يعني على مستوى مركزي. بالحديث عن الأكسجين يعني نقول بأنها تتجه نحو استقرار نسبي في الإصابات والخروج من دائرة الخطر التي ربما يعني برزت في الأيام السابقة. أستاذ محمد، بالحديث عن أزمة الأكسجين، شهدنا الجيش الجزائري يجلب مكثفات الأكسجين، هناك مبادرات خيرية في هذا الإطار، هل يمكن أن نقول بأن تجنبنا الأسوأ؟ بالطبع، يعني أولا الإشكالية التي طرحت في البداية لا تتعلق بإنتاج الأكسجين. الجزائر لديها مقدرات كافية في إنتاج الأكسجين من خلال 3 شركات موجودة على المستوى المركزي، منه شركة يعني شراكة بين الجزائر وشريك ألماني. الإشكالية طرحت في أن ربما الجزائر أو المنظومة الصحية تفاجأت يعني بالمتحور دلتا والانتشار السريع، يعني ما طرح يعني نوع من العجز في تزويد المستشفيات بالأكسجين لغياب منظومة التوزيع في المستوى المقبول. أيضا منظومة التخزين في المستشفيات لم تكن مؤهلة لتواجه هذه المخاطر، يعني تم تعويض ذلك من خلال استيراد يعني بوتيرة عالية، وكذلك من خلال رخص استثنائية لمكثفات الأكسجين. أيضا الإجراء الذي يعني تم التأكيد عليه في اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية، وهو الإسراع بإنجاز محطات في المستشفيات، يعني ليكون هناك إنتاج ذاتي للأكسجين داخل الهياكل الصحية. كل ذلك يعني على الأقل يعني في الأيام الأخيرة
تراجع يعني بحده، يعني الحديث عن ربما نقص للاكسجين او حتى غياب للمكثفات، وهو ما يجعلنا نقول باننا ذاهبون يعني نحو استقرار للوضعيه الوبائيه، وايضا ربما ستكون جهود الطواقم الطبيه لمواجهه هذا المتحور في ظل يعني متغير جديد يتعلق يعني بوجود امكان سواء الاحتياطي او المخزون من الاكسجين او المكثفات. هذه نقطة واضحة استاذ محمد، اسمح لي على المقاطعة، يعني بالنظر بها المرضى يعني بالنظر لاعداد الاصابات، اسمح لي على المقاطعة، بالنظر لاعداد الاصابات اللافتة في الآونة الأخيرة، بالنظر لحجم الوفيات اساسا المرعب، وبالتالي نتساءل عن ما مدى استجابة الناس بالنظر لكل هذه المعطيات، استجابة الناس في الالتزام بالتدابير الوقائية والالتزام أيضا بالحجر الصحي. بالحقيقة لو قارنا الأرقام في الجزائر مع دول الجوار على الأقل نجد بأنها يعني منخفضة، يعني نحن نتحدث عن يعني مع تقديرنا يعني لحجم يعني النفس البشرية 37 وفيات، يعني المقارنة تكون بالوضع السابق. صحيح الجزائر شهدت استقرار أو تراجع كبير يعني على الأقل في الأشهر الماضية لعدد الوفيات، في الأسبوعين الأخيرين شهدنا ارتفاع يعني لعدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات، وهو مرتبط أساسا بانتشار السلالة الجديدة يعني دلتا في الجزائر. يبدو كما قلت يعني وكررت في هذه المداخلة بأننا نتجه نحو استقرار والعودة إلى الوضعية السابقة في ظل الجهود المبذولة خصوصا للطواقم. لا أنا قصدي الناس الطبية. الناس إلى أي حد تستجيب الناس يعني للحجر الصحي والتباعد وارتداء الكمامة والتزام بالإجراءات التي تفرضها الحكومة. هناك تقييد للتنقل، هناك حجر مفروض من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، هناك غلق للمساحات وفضاءات التنزه، وكذلك إجراء غلق الشواطئ. كل ذلك سيعزز وستتضح آثاره في الأيام القادمة، لأنه تقييد النشاط الاقتصادي تقريبا غلق يعني غلق معظم النشاطات المرتبطة بالخدمات، غلق الشواطئ في هذا الظرف الذي تشهد غالبا إقبال كبير من في موسم الصيف. كل ذلك يجعلنا نتوقع بأن تمر هذه الأزمة. هذه نقطة واضحة أستاذ محمد، تكون هناك اسمح لي يعني مش عارف إذا كنت تستمع إلي أم لا أستاذ محمد، على الأقل في الأسبوع القادم. نعم أستاذ محمد، يعني بالنسبة بالنسبة لجرعات اللقاحات، يعني الجزائر تمكنت من جلب حوالي 8 ملايين جرعة من اللقاحات، كيف تبدو وتيرة التلقيح، وهل بدأ الناس يتفهمون بضرورة الذهاب لأخذ هذا اللقاح بعد تردد طويل في أقل من دقيقة؟ ربما يصح أن نذكر مثل رب ضارة نافعة، يعني ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلق نوع من الخوف والارتباك، يعني كان واضح في الشارع الجزائري، وهو ما جعل يعني فئات واسعة وعريضة تقبل يعني طواعية على التلقيح، كما أن الإجراءات التي لجأت إليها السلطات العمومية على رأسها حملات تلقيح في المؤسسات العمومية تحديدا، وكذلك توزيع اللقاح على مستوى المستشفيات أو خيم نصبت في الساحات العامة، كذلك اللجوء إلى فتح مدارس لاستقبال الراغبين في التلقيح على مستوى الأحياء رفع وتيرة التلقيح. هناك تعويل على الدخول المدرسي القادم لتعميم التلقيح مع الدخول الجامعي. شكرا جزيلا لك، صورة واضحة جدا، رب ضارة نافعة. محمد رابح مدير موقع سبق بريس الإلكتروني كنت معنا من الجزائر، شكرا لك.